السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفات ملكة. مرحبا بالناس الجداد معنا، مرحبا بهم والف مرحبا. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم في القناة، كنشكركم جزيل الشكر. اليوم ان شاء الله غنصوب لكم الحريشات بدانون ديال الكوك، جاو اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر، وساهلين ومهلين وكيتصوبوا في الدقائق باش نفطروا بهم نهار العيد المولد النبوي ان شاء الله. الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحة وبالسلامة وبالهنا وبالراحة البال ان شاء الله يا ربي. هذا الحريشات جو اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر، وسهلين وهشاش وكلهم مشقوقين من الفوق. الى كيهمكم الامر خليوكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا التفاصيل كاملة وتشوفوا المقادير. نقول لكم في الاخر ديال الفيديو الاسرار ديال النجاح ديالهم. دابا غندوزوا للمقادير. واحده قبصه ديال الملحه و300 غرام ديال السميده الرقيقه، هذيك الرقيقه اللي كنستعملوا في الحريشات، وواحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، حيت هذه اللي كاينه في الطليان كتكون كبيره وكتكون عامره، يعني تقريبا فيها نص، كناخذ منها غير المعلقه الصغيره. واحد الشاسي ديال الفاني و50 غرام ديال الزيت، نص كاس يعني ديال الزيت. الا عبرتوا بالكاس ديال دانون كتجي نص كاس ديال هذاك دانون، نص كاس ديال السكر، واحد العلبه ديال دانون بالنكهه ديال الكوك، واحد 50 غرام ديال الكوك، وبيضه وحده نسيت ما حطيتهاش مع المقادير. خديت واحد زليفه غادي نخوي فيها العلبه ديال دانون، العبار ديال الزيت وديال السكر جاو تقريبا نص كاس يعني ديال هاد دانون، يعني بحال الا عبرتهم بهاد الكاس هذا كيجيو النص ديال الكاس ديال دانون. كنزيدو الزيت وغنزيدو السكر، وغادي نزيد على هاد المقادير قبصة ديال الملحة وواحد الشاصي ديال الفاني. الخميرة ديال الحلوة غادي نزيدو غير واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة، لأن كيما كتشوفو هاد الخميرة هادي ديال الطليان كتكون يعني عامرة، خاصكم تاخذوا منها غير المعلقه الصغيره. اما الا كانت الخميره ديال المغرب تقدروا ديروا هذيك الخماره كلها. كنزيدوا نص ديال الكوك ونص غادي نخليه باش غادي نمرمد فيها الحريشات ديالي، وغادي نخلط هذه المقادير كلها مع بعضها. من بعد غادي نزيدوا السميده بشويه بشويه حتى كيتجمع ليا الخليط. ملي كنخلط هاد المقادير كلها كنزيد واحد المعلقه صغيره ديال الخميره ديال الحلوه، نسيت ما حطيت البيضه في الاول مع المقادير الاولين، ولكن ماشي مشكل غنزيدوها دابا نيت. وغادي نخلط هاد المقادير كلها مع بعضها ومع الكوك اللي ديجا حطيناه، ومن بعد غادي نزيدو السميده بشويه بشويه حتى كيتجمع ليا الخليط ونحصلوا على العجينه خاطره. صافي ملي كنخلط هادوك المقادير كلهم مع السميده الرقيقه والدقيق ديال الكوك كنحصلوا على العجينه كتكون خاطره على هذا الشكل هذا كما كيبان لكم في الفيديو. صافي كنغطيها بالسلوفان كنخليها ترتاح لمده ديال 15 دقيقه ولا 20 دقيقه، من بعد غنعاودوا نطلقوا باش غادي نكوروا منها الكويرات. من بعد 20 دقيقه العجينة ديالتي ها هي واجدة، شربات يعني السميدة والكوك هادوك المقادير كلهم اللي درنا معاهم. صافي كندهني الدية بالزيت ليسيور وغادي نكور منها الكويرات،
وغادي نمرمد هاد الكويرات في الدقيق ديال الكوك، من بعد غنحطوهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. اللاطه ديجا فرشت فيها الورق ديال الزبده، كنمرمد الكويرات ديال الحريشات في الدقيق ديال الكوك كما كتشوفوا، وكنقدوهم. غادي نصوب معاكم واحدة اخرى. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنكور الحريشات ديالي، وكنمرمدهم في الكوك وكنحطهم في اللاطه اللي غادي تدخل الفران. كنشعلوا الفران 180 درجه، كنطلع هاد الحريشات للفوق في الاول باش يطيبوا من الفوق وكيتشقوا، حيت الا درناهم لتحت ما غاديش يجيو يعني مشقوقين. نفس الطريقه اللي كنطيبوا به البهله هي اللي كنطيبوا بها هاد الحريشات، داكشي علاش كيجيو كلهم مشقوقين وعاطيين المنظر. ملي كيطيبوا من الفوق وكيتشقوا كنزلهم لتحت الفران حتى كيتحمروا حتى ياخذوا اللون الذهبي. ملي كيطيبوا الحريشات ديالنا كنخرجوهم، هانتوما كتشوفوا يعني جاو اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر، وتيشهيو وكلهم مشقوقين والاسرار ديال النجاح ديالهم. كنشعلوا الفران مزيان، كنسخنوا ليه مزيان، كنطلعوهم الفوق على الشكل ديال البهله حتى كيتشقوا وكيتحمروا، وعاد كنزلوهم لتحت الفران. وهادو هما الحريشات ديالي، كيشهيو وجاو اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر، وسهلين ومهلين وهشاش وكلهم مشقوقين ورطبين ولداد بزاف. كنتمنى ان شاء الله يعجبوكم، الى عجبوكم او لا الى جربتوهم تردوا عليا الخبر في الكومونتير. وعيدكم مبارك سعيد باش ما تمنيتو، ان شاء الله يا ربي الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وبالهنا وبالفرحه وبالراحه البال يا ربي امين. تقدروا يعني تجربوهم تصوبوهم في العيد المولد النبوي ان شاء الله، ولا تصوبوهم يعني في اليامات عاديه تفطروا بهم في الصباح، ولا ديروا بهم الكوتي صحيين ولداد بزاف وكيشهيو وسهلين ومهلين. صوبوا في الدقائق. الا بغيتوا تدخلوا معنا في الجروب ديال فيسبوك ولا ديال انستغرام سميتهم وصفات مليكة، غادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. الا جربتوا الحريشات ديالي وكتبوا لي في الكومونتير كي جاوكم واش عجبوكم ولا لا، رايكم كيهمني. وشكرا لكم على كل شيء. الى اللقاء، ما تنسوش تسناوني غدا ان شاء الله فيديو جديد. الى اللقاء.